السلام عليكم اخوتي المغاربه، مبروك عواشركم، رمضان مبارك سعيد. انا الاسم ديالي معاذ توفيق، تنسكن في مدينه الدار البيضاء سيدي مومن في كريان طوما. عندي واحد الموتور تريبورتو، تنخدم طالب معاش وتنهز الناس السلعه ديالهم. كنت غادي للمارشي، هاز معايا شي سلعه غادي للمارشي. انا واحد السيد تلاقيت معاه توا من المنطقه، ركبته معايا في الموتور، توا كيخدم في المارشي. غاديين في الطريق ديالنا واحد الكروازما، غاديين في الطريق ديالنا، خرجنا واحد الكاميو في الطريق ديالنا، ضربني لاحني، من تما جات لابيرانس. انا كنت فاقد الوعي شويه، الدري صاحبي اللي بقى عاقل شويه هزوني لاحوني في ميريزكو في الكولوار في الدس. من تما وانا مليوح من 2017 شهر 7 في 8 حتى لهذا الوقت هذا حتى 2020، ما عالجوني ما والو، ما كاينش اللي يعني اعتنى بيا ولا شي حاجه. تما في ميريزكو باقي لحد الساعه دابا مضروب الدار ديالي، النخاع الشوكي. عاد مشيت عند واحد الطبيب اختصاصي في واحد الكلينيك، عاد دار ليا التسخيس من 2017، ما عمرهم داروا ليا التسخيس، ما عمرهم داروا ليا شي حاجه. عاد لقيت راسي مقطع ليا النخاع الشوكي والنص ديالي مشلل عليا، ما تنحش بالنص ديالي. هذاك الطبيب مني مسكين، شي محسنين تعاونوا معايا، داوني لهذاك الطبيب باش يشخصوا ليا المرض ديالي. هذاك الطبيب صارحني قال لي ودي راك تلقيتي الاهمال ونقطع لك النخاع الشوكي. العمليه ما كايناش هنا في المغرب، هذه اللي خاصك ديال زراعه الخلايا الجذعيه. تواصلت مع تركيا، تركيا طلبوا لي 12000 دولار اخوتي كما كتشوفوا في الورقه، طلبوا لي 12000 دولار. قال لي خاصك زراعه الخلايا الجذعيه في النخاع الشوكي وخاصك العمليه على الورق. وانا ما عنديش، وانا انسان فقير، كنت خدام على والديا وكنت معاونهم وانا في الكريان، ودابا ما لقيتش اللي ساعدني. انا كناشد ولا صورانس اخوتي ديريني ديرك سيدا راسي، وانا كاميو هو اللي ضربني، ما عوضتني لا لاسورانس لا والو. كاين السيد كان راكب معايا شاهد، حتى هو مقيد معايا في كوسطا والسبيطار. وانا اليوم كناشد لكاين شي مسؤولين عندهم شي ضمائر حيه باش يعوضوني في لاسورانس ديالي. واليوم اخوتي كناشد القلوب الرحيمه، الناس اللي كيخرجوا الزكاه في هاد العواشر يوقفوا معايا، واللي بغى يجي يشوف الحاله ديالي يجي يشوفها. والله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين، ومن كان في عوني اخي كان الله في عوني. عندي الدوايات اخوتي، عندي الدواء ديال العصب، الدواء ديال العصب ولا في العصب، عندي داير الرشاشه ديال الدواء ديال الطياب، عندي بزاف ديال الادويه، عندي ليكوش ما كنقدرش نلقى باش نشريه، حقاش انا هذاك هو القوت العيش الكريم ديالي. باش كنت كندخلو بهذاك الموتور كنت ندير عليه طالب معاش في مارشي، كنهز الناس السلعه ديالهم. انا اليوم كنعاني بالصمت، ما كنعس بالحريق بالالم، ما كنقدرش نتقلب، ما نقدرش نريح، نخرج للزنقه 3 سنين ما عرفتش الشمس من كتشرق ومن كتغرب، 3 سنين وانا في بيت الاحزان. وكناشد القلوب الرحيمه، الناس اللي كيديروا الخير واللي كيخرجوا الزكاه في هذه العواشر، واللي بغى يجي عندي يشوف الحاله ديالي يجي يشوف الحاله ديالي. انا ما تنقدر لا نخرج لا والو، وصوت العداله فايته جات تصورت معايا، واليوم هي جايه كتصور معايا باش توصل الراي العام للمعاناه ديالي والمأساة ديالي. وهذه هي الحقيقه ديالي اخوتي المغاربه، ما عوضوني في لاسورانس ما حتى شي حاجه، وانا مخلص القوانين ديالي، مخلص كل شيء، وضاربني كاميو، وانا دابا عزيت عزز على الفراش، ما نقدر لا نريح. الوالدين مكربسين معايا ناس كبار، دقيت جميع البيان في الخفاء ما لقيتش اللي يساعدني. وتركيا طلبوا لي 12000 دولار اخوتي، 12 مليون. والامنيه ديالي ما بقيت باغي حتى شي حاجه في الحياه، وليت باغي غير شي محسن يتكلف لي بهذا العلاج، وليت بغيت غير نريح حتى انا نجلس بحال الناس. الله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، ومن كان حتى انا اخوتي بغيتكم تعاونوني باش ترجع لي الصحه ديالي، باش نوقف على رجليا ورجع من تانا كما كنت، ونعاون والديا تانا، ونمشي نجيب لقمه العيش ونعاون بها والديا، حقاش انا انسان فقير وما عنديش. وتانا كنتمنى تانا الحياه ديالي، تانا الحياه باقا قدامي، تانا راه شاب باقا يلا عندي 34 عام في عمري، باقي ما شفت والو في الحياه. الاحلام ديالي كلها تحطمات، كنت باغي نتزوج وخسرت فيها 13 مليون غير بالمعاناه وغير بالدوايات. البروات ديال الدوره الدمويه 6 كيديو لي 7000 ريال، وليكوش، وعندي بزاف ديال الدوايات، وكنعاني. والله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه، وكنطالب الله يرحم الوالدين، انا راه تنبكي من الداخل القلب ديالي، وبعض الخطرات كنتحصر من البول ما تلقاش لابيرانس اللي تديني، وانا ما بقاش عندي اليوم. كناشد الناس اللي كتخرج الزكاه ولا شي محسن اللي بغى يدخل ليا في العمليه، راه كاين الدوبي ديال السبيطار، هو يدوي معاهم وهو يتكلف. الله يجازيكم بخير، وكناشد المسؤولين، كناشد الشعب النبوي، الله يجازيه بخير. انا رانا انسان فقير ما عنديش يعوضني في لاسورانس ديالي يوقف معايا في لاسورانس، وكناشد حتى الاستاذ الهيني اللي بغى يوقف معايا في هاد لاسورانس في التعويضات ديالي، حقاش انا مخلص القوانين ديالي،
انا دابا ما عنديش وشاد الفراش لا نحرك ساكنه. الله يجازيكم بخير، وكان طالب القلوب الرحيمه الناس اللي كيديروا الخير يتضامنوا معايا. الله يرحم لكم الوالدين، والله يخلي لكم وليداتكم، والله يخلي لكم صحيحتكم. ما وقفوا معايا، رانا دمرت في هذا البيت هذا ديال الاحزان، وما لقيتش اللي يوقف معايا واللي ساندني، راه غنبقى بحال هكا حتى الموت. الله يرحم لكم الوالدين اخوتي المغاربه، ما وقفوا معايا، رانا كنتالم من الداخل. راه 3 سنين ديال المعاناه، 3 سنين ديال الطلوع والهبوط، 3 سنين ديال القرا، ما عمر شي علاج تلقيته في ميريز كور. انا تلقيت غير التعذيب، وباقي دابا كنتعذب بلاصتي وما شفت لا علاج لا والو. تداوني هاد المحسنين، سخصوا لي المرض ديالي، لقاوني مقطع لي النخاع الشوكي. والنخاع الشوكي اخوتي راه صافي، الصحه لا مشات راه مشى مولاه، انا راه مشيت اخوتي بها. كنتمناكم تضامنوا معايا، الله يجازيكم بخير. وكنشكر صوت العداله اللي كتوصل المعاناه الحقيقيه ديال ولاد الشعب، وانا راه واحد من الشباب اللي كنعاني. وتانا اخوتي باقي كلشي، بغيتكم تعاونوني باش نوقف على رجليا. والله يرحم الوالدين، والام ديالي عندها الطانسي وعندها السكر، اللي طايحه هي في راس المرض، هي اللي كتقلبني، هي اللي كتبدل لي ليكوش، هي اللي كتبدل الخنشه ديال البول. وهادشي كيبغيو تكاليف، كيبغيو مصاريف. والضربه عندي اخوتي واعره وصعيبه، راه النخاع الشوكي راه صعيب، راه قالوا لي ما غاديش توقف حقاش خطا العمليه. قال لي هنا في المغرب حتى واحد ما عطاني امل، حتى شي طبيب ما عطاني امل. خطا الناس ديال تركيا تواصلت معاهم، هما اللي عطوني الامل. وكنتمنى الامل في الله، وكنتمنى اخوتي من يستجبوا النداء ديالي. والله يجازيكم بخير، واللي شاف هذا الفيديو بارطاجيه باش يوصل القلوب الرحيمه المحسنين اللي كيخرجوا الزكاه، باش يوقفوا معايا. انا راه ديروني بحال ولدكم، بحال خوكم، والله سبحانه وتعالى ما غاديش يضيع لكم الاجر ديالكم. الله سبحانه وتعالى غادي يعوضكم في الدنيا، والله يخلي لكم وليداتكم، والله يحفظ الناس من هذا الوباء، ويرحم الشهداء، ويرحم جميع امه سيدنا محمد. والله يجازيكم بخير، كنتمناكم ما تبخلوش عليا في هذا الفيديو، ورانا كنعاني والله اللي مطالع بيا ومدمر. ورانا اخوتي ما تنعس لا ليل نهار، والحريق الالام في رجليا بالنص التحتاني. بغيت غير نخرج نخدم ولا نبيع ونشري ولا شي حاجه، ما تنقدر لا نخرج نخدم لا والو، ما تنقدر لا ندير حتى شي حاجه، ما نقدر نشوف الزنقه، ما نقدر نريح مع الناس، ما نقدر والو. انا حدي البيت، رجلين ديري ما بقاوش كيتتناو اخوتي، ما والو. كنطالب الجمعيات، لا كاين شي جمعيات ديال حقوق الانسان. راه انا انسان عندي حق في الانسانيه، انا واش انا ما عنديش حق في الحريه؟ انا دابا تحرمت من الحريه، ما بقيت قديت نخرج، ما لقيتش اللي يوقف معايا. حقاش انا انسان ضعيف، انا ولد الشعب ما عنديش، ما بيدي حتى حاجه. كنشوف الصحه ديالي كتضيع قدامي، والعين بصيره واليد قصيره، ما لقيت جهد على الصحه ديالي. كنعاني مثل الناس الليل نهار، والوالده مكربصه معايا تطيح وتنوض معايا، وتهي عندها السكر. وكنناشدكم اخوتي المغاربه، الله يرحم لكم الوالدين اللي صاب باش يساعدني، ما يبخلش عليا. وانا راه محتاج المساعده ديالكم، وانا راه انا الناس اللي كتشاور اللي كتشوفوني في هذا الفيديو، واللي كتشاهدوني المشاهدين والمحسنين، كنتمناكم توقفوا معايا، ديروني بحال ولدكم بحال خوكم. الله يرحم الوالدين، راه ما لقيتش اللي يوقف معايا، ورانا كنعاني بصمت، وكنعاني اشد المعاناه واشد الحريق واشد المعاناه وحيز امر الله. وانا انا انسان مؤمن بالله ورسوله وبالانبياء عليهم الصلاه والمرسلين، انا حامد الله وشاكر على هذا الابتلاء. ولكن انا من حقي انسان، انا خصني نتلقى العلاج وداك الشيء. انا ما تلقيتش العلاج بالدوله ديالي، انا مغربي وطني، تنحب ملكي، عاش الملك. انا تنحب الملك ديالي، تنحب الوطن ديالي، ولكن انا ما لقيتش اللي يشد بيدي واللي يعالجني. واش انا ماشي مسلم؟ انا كنطالب جميع المسلمين في الدول العربيه، ولا خوتي المغاربه، ولا خوتي الجزائريين، يوقفوا معايا في يضامنوا معايا. الله يرحم لكم الوالدين، عام وربع شهور وانا كندير النداءات، ما وصلت حتى شي حاجه، ما وصلت ليها. انا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه، اللي بغى يدير الزكاه، اللي بغى يمشي للحجه، الحج قدامك. اعتقدنا ديرنا هذه العمليه، حنا باقيين شباب، حنا باقي كل شيء قدامنا. نتمنوا على الله وعسى يجيب الفرج على يد الله سبحانه وتعالى، على يدك، وديرنا هذه العمليه وتوقف معنا. وخصني الترويض، والترويض غالي، كيدير 6 مليون للشهر في تركيا. عندهم الالات، عندهم الروبوات باش كيوقفوك، عندهم لابسينات باش كيديروك لابسين المدافي، وعندهم مساجات، وعندهم باش كيشوفوا الحاله ديالك، باش تعود تتحكم في الخروج ديالك والبول ديالك حاجاكم اخوتي المغاربه، والاحساس ديالك. انا راه ما كنحش، انا اللي بغيت نخرج الا البياص، ما كنقدش نخرج لا في كروسه لا والو، نخرج الا في البياص. انا 3 سنين عيب وعار، 3 سنين وانا كنخرج. انا راه انا مسلم، انا انا كنامن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، وكنطالب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الخير فيا وفي امتي، والخير باقي في امه سيدنا محمد. والمغاربه كي معروفين، كيضامنوا وكيوقفوا مع الانسان اللي محتاج. من والدينا اخوتي المغاربه، كنتمنى هذا النداء هذا يوصل للقلوب الرحيمه، والخوتي المغاربه المحسنين، والناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو بارطاجيو، وما تبخلوش عليا. رانا انا الشاب بقيت انا اخوتي، رانا كنعيش في معاناه. والله يجازيكم بخير، وكنتمنى اجركم عند الله سبحانه وتعالى كبير. ما الدنيا راه فايته اخوتي، وقفوا معايا، راه الحاله ديالي حاله انسانيه، كنعيش اصلا
أصد المعاناة، ما كان أشلى لي إلا نهار تنبات نتألم، الناس ناعسة وأنا كان وجع قلبي تيوجعني وقلب ديالي تبتلى بالآلام وبالحزن، ولا عندي مرض نفساني، وليت كنشرب الدواء ديال العصا وكنشرب الدوايات ديال الحريق، الرشاشات ديال الدواء، الله يجازيكم بخير. وكنشكر صوت العدالة، صوت العدالة كنشكرهم اللي جاو وباقي متابعين الحالة ديالي وكيوصلوا المعاناة ديالي للرأي العام والناس المحسنين اللي كيتابعوا في القناة ديال صوت العدالة والمشاهدين. كنتمنىكم اخوتي ما تدوزونيش، الله يرحم لكم الوالدين. وانا كنطالب الناس اللي بغاو يجيو يشوفوا الحالة ديالي يجيو يشوفوا الحالة ديالي وطلعوا على الجمعيات ولا داك الشيء، احتاج المساعدة ديالكم، الله يجازيكم بخير خير والله يرحم لكم الوالدين. رانا كنبكي الدم من القلب ديالي، بغيتكم تحسوا بيا والنداء ديالي وصل للقلوب ديالكم يا القلوب الرحيمه. والله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. كنتمناكم توقفوا معايا باش تخرجوني من هذه المعاناه، الله يرحم لكم الوالدين. حسبوني ولدكم اخوكم، والله سبحانه وتعالى ما غاديش يضيع لكم الاجر ديالكم في هذا العواشر، الله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.